النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تقريبا تشير إلى تواجد بعض السحب والغيوم في المناطق المحيطة بشبه جزيرة سيناء. هذه السحب والغيوم تتشكل حاليا وتتشكل نتيجة وجود منخفض جوي علوي في طبقات الجو العليا، سنشاهده مع بعض. أما الآن في المنطقة الشرقية البحر المتوسط، أيضا المنطقة تقريبا أغلبها خالية من تواجد السحب والغيوم. خرائط توقعات درجات الحرارة في طبقات الجو العليا تشير إلى تواجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا في المنطقة الشمالية للأراضي المصرية، وتوقع أن يتحرك هذا المنخفض تدريجيا كما نلاحظ بهذه الألوان. إذا كان شمال الأراضي المصرية باتجاه المملكة خلال ساعات ليلة السبت على الأحد وصباح يوم الأحد، ووجود هذا المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يتصادف مع امتداد لمنخفض آخر في سطح الأرض يسمى منخفض البحر الأحمر. هذا الأمر يعمل على حدوث ونشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تتركز بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة والجنوبية من المملكة وبعض المناطق الجنوبية الغربية. هذا ما ستظهر لنا خرائط توقعات الهطولات المطرية بحسب النمذجة الحاسوبية، التي تقريبا تشير إلى أنه مع ساعات مساء هذا اليوم يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتحرك كميات من السحب والغيوم الممطرة باتجاه المناطق الجنوبية من المملكة على شكل زخات، تقريبا نستطيع القول بأنها عشوائية الطابع، قد تكون مرفقة بالرعد في بعض المناطق وتساقط الزخات البرد. بعض من هذه الزخات قد يكون غزير بما يعمل على جريان الأودية وتشكل السيول خاصة في مناطق البادية وربما في مناطق غير مأهولة بشكل كبير. خلال ساعات الليل يتوقع اشتداد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، تصبح عموم المناطق البادية الجنوبية ضمن تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل زخات من الأمطار، ربما تطال بعض الزخات مدينة العقبة، ولكن بشكل أساسي تكون هذه الأمطار في مناطق البادية. مع ساعات صباح يوم غد تضعف فرص هطول الأمطار مع بقائها فقط في مناطق البادية، وخلال ساعات النهار تبقى الفرصة ضعيفة لهطول زخات محلية من الأمطار، تكون محدودة بشكل عام وتتراجع بشكل كلي فرص هطول الأمطار مع ساعات مساء يوم الأحد. بالنسبة للأجواء هذه ليلة في العاصمة عمان، الأجواء تكون عبارة عن غيوم متفرقة ودرجة الحرارة 8 درجات، أجواء باردة كما ذكرنا، فرص لأمطار بمشيئة الله تعالى مع ساعات هذه الليلة وصباح يوم غد تتركز في المنطقة الجنوبية من المملكة، قد تكون رعدية في بعض هذه الزخات وربما تكون غزيرة في نطاقات جغرافية محدودة بشكل قد يسمح بجريان الأودية وتشكل السيول في بعض مناطق البادية، وأغلبها قد يكون مناطق غير مأهولة. ولكن طبعا دائما ندعوكم لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بعدم التواجد في بطون الأودية والمناطق المنخفضة ومجاري الأودية والشعاب حتى وإن لم تشهد تلك المناطق هطولات للأمطار، وذلك أحيانا ما يحدث سيولا منقولة، أي تنتقل من منطقة يحدث بها هطول مطري إلى منطقة أخرى لا تحدث بها هطولات مطرية في مناطق البادية على وجه التحديد. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة، إذا غدا الأحد درجة حرارة 15 درجة مئوية، تكون فرصة مهيئة لبعض الأمطار في ساعات الصباح، ليلا 6 درجات مئوية مع تشكل لبعض الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية. يوم الاثنين تتراجع درجات الحرارة بسبب تأثر المملكة بامتداد لتيارات هوائية باردة ورطبة مع فرص لأمطار خاصة في المنطقة الشمالية وبعض المناطق الوسطى، درجة الحرارة العظمى 13 درجة مئوية نهارا والصغرى 6 درجات. يوم الثلاثاء تبقى الأجواء باردة بوجه عام في ساعات النهار، 13 درجة مئوية في ساعات النهار، وليلا 5 درجات مع فرص لتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. سنبدأها شمالا من إربد 17-8، عجلون 15-7، جرش 17-8، ومفرق 18 إلى 6 درجات مئوية.
المناطق الوسطى للمملكة، في العاصمة 15/6، في السلط 15/7، في مأدبة 16/6، في البحر الميت 23/16، وفي الزرقاء من 18 إلى 8 درجات مئوية. في المناطق الجنوبية للمملكة تكون في الكرك 15/5، في الطفيلة 15/6، في جبال الشراء من 11 إلى 3 درجات مئوية، في معامن 14 إلى 3، وفي العقبة من 23/14، مع وجود فرص لأمطار في بعض المناطق الجنوبية خلال ساعات صباح يوم الأحد وطبعا هذه الليلة. المناطق الشرقية 19/6 في رويشد، 20/5 في الصفاوي، وفي الأزرق من 20 إلى 6 درجات مئوية. هذا كان ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.